السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا إخواني، ممكن يجيكم هذا الفيديو هذا النهار غريب، ولكن هو يعني مهم بزاف بالنسبة. هذه بقات واحد ثلث ساعة على انتهاء امتحان البكالوريا سنة، يعني البكالوريا جوج. وكنعرفوا بأن وليداتنا دابا في هذه المرحلة هذه كيدوزوا امتحان، والله يحسن العوان كل اب وام في هذه اللحظه اللي هي اللحظات الاخيره، اللي هي اللي غادي تحدد يعني النتيجه ديال هذا الامتحان بالنسبه لكل كل طالب. فخرجت بهذا الفيديو باش نتكلم على واحد الموضوع مهم، وهو المرحله الاولى اللي كيكون يعني الطالب في مرحلة ديال تهيئ الامتحان، وكيفاش كتكون النفسية ديالو، وكيفاش كتكون النفسية ديال الأهل. ولكن للأسف بعض الأهالي كيعملوا واحد الضغط قوي بزاف على الوليدات ديالهم، وكيطلبوا منهم المثالية في كل شيء، المثالية في التصرف، المثالية في الدراسة، المثالية في اللباس، المثالية في السلوك، وما كينساوش وما كيردوش البال بان هادوك الاطفال هما وليداتنا، وحتى هما عندهم مشاعر، حتى هما عندهم ضعف كيف ما عندهم نقاط قوه. ف في داك المرحله اللي كيكون الانسان كيوجد وليداته في داك المرحله، لابد يراعي المشاعر ديالهم، ولابد ديما يراعي النفسيه ديالهم، وما يزيدش يمارس عليهم الضغط النفسي، ويهتم بدقائق الأمور، لأن كتكون الهدف هو الدراسة، والهدف هو الراحة النفسية ديالهم باش يقدروا يدوزوا هاد المرحلة على خير، وما يكونش عليهم ضغط، وما يوقع لهمش بلوكاج اللي كيوقع للعديد من الطلبة في ديك المرحلة، واللي واخا كيكونوا درسوا وخداو بزاف ديال الوقت ديالهم باش يوجدوا الامتحان، وملي كيوقع لهم بلوكاج يعني أنهم كيوقفوا، المخ ديالهم كيوقف، ما كيقدروا يزيدوا حتى في شي حاجه، وفي التالي كتكون النتيجه الله يحفظ الله يحفظ كتكون النتيجه سلبيه. فالام مطالبه انها تكون تقوم بالرعايه، يعني من ناحيه ديال الاكل والراحه ديال الولد ديالها ولا البنت ديالها، يعني تسعى انها تكون تعطيهم اكل صحي، تسعى ان يكون هدوء في المنزل، ما يكونش الصداع، ما يكونش الشوشره، ما يكونش العنف مع الزوج ولا العنف مع الاخوان ديالو، باش هذاك الشيء كامل ما ياثرش على النفسيه. لان في بعض الاحيان كينسى الانسان نفسه وكيركز على المشاكل، وكينسى بان كاين مستقبل ديال واحد الطالب ولا الطالبه اللي كيتوجد، وكيدخل في مشاكل هامشيه ماشي مهمه في ذاك المرحله. كيكون اللي مهم هو انه يركز على السلامة ديال النفسية ديال الطفل ديالو، ديال الطالب اللي هو عنده الامتحان. فاحنا يا خاصنا نردو بالنا بزاف من ولادنا، ماشي غير نبقاو نعملو لهم واحد المقارنة مع اطفال اخرين، فلان جاب نقطة مزيانة احسن، فلان جاب النقطة الاولى، انتينا يعني كيبقى واحد المقارنة اللي كتفقد داك الطفل او داك. هما ما بقاوش اطفال في داك الوقت، يعني من الانسان ملي كيوصل للبكالوريا كيكون 17 عام في عمره، يعني انه شاب كيكون محتاج انك تتعامل معاه كانسان. دا كيكبر، دا كينتقل لمرحله النضج، حتى الاسلوب ديال الكلام كيكون عنده واحد النوع اخر، واحد النقله اخرى، يعني انك تتعامل معاه كانسان واعي فاهم، كيعرف الكلام اللي كتوجه له، كيتاثر بالكلام اللي كتوجه له. يعني لابد تكون واحد المراعاة، واحد الاحترام، لان الانسان ملي كتحترم الطفل ديالك فهو بطبيعه الحال كتعلمو واحد 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 السلوك، فهو بطبيعه الحال غادي يرد لك هذا السلوك. احترمتيه غادي يحترمك، تكلمتي معاه بكلام لبق غادي يتكلم معك بكلام لبق، تكلمتي معاه بصوت هادئ حتى هو غيرد عليك بصوت هادئ. اذا ملي كتطلب واحد الحاجه لابد تعطيها، لان حنايا فحال المرآة، هاد المرآة اللي قبلتنا كتعكسنا التصرف اللي كنعطيو. عطينا الثقة والصدق والسلوك الجيد غادي يعطي، غادي تورينا نفس الشيء.
عطينا العنف والكلام القاسي وقلة الاحترام غادي تودنا نفس الشيء. ولهذا خصنا حنايا في هذا الوقت حنا كنتضرعوا الله سبحانه وتعالى انه يستجب الدعاء ديالنا وينقذ لنا وليداتنا ويثبتهم في الامتحان ديالهم ويعطيهم القوه باش يدوزوا الامتحان ويعني ويدوزوا في احسن حال ويخرجوا من داك الامتحان هما مرتاحين والنفسيه ديالهم مرتاحه، لان ماشي الهدف انهم ينجحوا فقط، وانما الهدف كذلك اننا نكونوا منهم نساء ورجال في المستوى اللي غادي بصح يكونوا يهزوا الشعلة هاد البلاد ويكونوا في المستوى انهم ياخذوا مناصب وياخذوا اماكن، سواء كانوا اطباء او مهندسين او معلمين او اساتذة او ممرضين او اي منصب من المناصب. فلا بد يكون هذا الانسان سوي في النفسية ديالو باش يعرف كيفاش يتعامل مع الناس، كيفاش يتحمل المسؤولية اللي تعطات له، وفي نفس الوقت ملي يرد باله ويرجع للوراء بالذاكرة ديالو يجبر بأن الآباء ديالو والأمهات ديالهم كانوا بالصح وراءهم بكل ثقة وبكل مصداقية وبكل الدعم النفسي والمعنوي، ماشي غير المادي، لأن المادة ماشي بوحدة اللي كتوصل، وإنما كاين الدعم النفسي أكثر. يقدر يشرب غير الماء ويمشي يدوز امتحان وهو مرتاح، ويقدر ياكل الماكلة اللي أغلى ماكلة ويشرب أغلى المشاريب، ولكن النفسية ديالو مدمرة فما يعرفش كيفاش يتعامل مع الامتحان ديالو. هذا الفيديو جبته فقط يعني كتذكير للأمهات والآباء أنهم يركزوا بزاف على الجانب النفسي للأطفال ديالهم، بأن الامتحان هو امتحان ماشي غير لهم هما فقط، وإنما امتحان لينا حنا في المعاملة وفي التربية وفي الأخلاق ديالنا اللي كنعطيوها لوليداتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في واحد الحديث ما عنديش الصيغه ديالو صحيحه وانما غير المعنى ديالو، ان كل واحد كيف يتولد على الفطره، فالاب والام هما اللي كي اما يهودان الطفل ديالهم او ينصرانه او يعني يخليه منهم مسلم. فحنايا حنا هما صفحه بيضاء، وحنايا اللي كنكون عندنا داك البصمه اللي كنوضعوها على الاطفال ديالنا واللي كتبقى معهم مدى الحياه حتى كيصبحوا رجال ونساء. وكنتمنى انني نكون وصلت شي رساله في هذا الصباح، خصوصا في هذا الوقت اللي باقي دابا غير 15 دقيقه على انتهاء الامتحان، وحنا كنتمنى الله سبحانه وتعالى انهم يمد بيدهم وينجحهم ويعطيهم القوه ويجازي كل اب وام عمل المجهود ديالو باش يوصل وليداتو، لان هذه هي عماره الارض وهذا هو الخلافه في الارض، هي اننا نطبقوا الكلام الله سبحانه وتعالى كل حدافير ديالو، ونفيو كل أنانية وكل غضب اللي كيصدر منا بلا ما كنراعيو النفسية ديال الأطفال ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.